عبد الخالق، كيف الاحوال؟ شلونك استاذ؟ والله بخير الحمد لله. انت شلونك اخبارك؟ والله انا كل زين. ننتظر منكم هاليوم نتائج باهره ان شاء الله. ان شاء الله اللاعبين كلهم بيسمعون منك، وتحيات اللاعبين والكادر التدريبي. ان شاء الله الفوز، ونفرح الشعب العراقي ونفرح. ان شاء الله ان شاء الله كل الشعب العراقي داعم لكم، واقف وياكم. الشاشات الكبيره نصبت بالشوارع حتى كل الناس تشوف المباراة، وكل الشعب داعم ويصفق ويتمنى أن تخرجون بنتائج باهرة. وإن شاء الله هو أمنا أنا باللاعبين. إن شاء الله هم يعرفون مسؤوليتهم كبيرة اليوم، وأمام منتخب الإيران في حالة فوزنا نبقى متصدرين، وإن شاء الله نفرحكم ونفرح الشعب إن شاء الله بعد المباراة. إن شاء الله. و ايضا دور المدرب، دور المدراء الاداريين التنفيذيين، دوركم استاذ عبد الخالق، دور كل لاعب، دور الكابتن، دور حامل هدف، دور المهاجمين، دور الوسط، دور المدافعين، الانسجام والاداء الرياضي الجيد، وكذلك النتائج الباهره التي ينتظرها الشعب العراقي. ان شاء الله المدرب هم يسمع، المدرب هم كتنج يسلم عليك، وان شاء الله ايضا يقول فوز من منتخبنا، وكل اللاعبين يعرفون مسؤوليتهم شنو، وعوائلهم والناس كل اللي ينتظرون هذه الفرحه. وايضا اللاعبين جيدين، ولكن ايضا يحتاج دعم جنابك للاعبين المنتخب. احنا دائما داعمين قبل والان وبعد ان شاء الله للاعبين ولفرقنا الرياضية، خصوصا لفريق كرة القدم اللي سجل نتائج باهرة وعظيمة في السابق، وإن شاء الله اليوم يسجل أيضا نتيجة مفرحة للشعب العراقي، وإن شاء الله تكون هذه خطوة مهمة لتقدم الفريق واحتلال مراكز عالمية أكثر تقدم وأكثر تقدم في كل عام. إن شاء الله إن شاء الله دولة رئيس الوزراء كلهم اللاعبين الآن واحد واحد الآن أمامي ويسمعون كلامك، وإن شاء الله اليوم فوز. سلمونا عليهم فرد فرد، ونتمنى لكم باسم الشعب والحكومة كل توفيق ونجاح. شكرا جزيلا، بارك الله بك على اتصالك. شكرا شكرا. وتعرف قيمة الرياضة للشعب العراقي. شكرا شكرا جزيلا، شكرا لكم، جهود مباركة إن شاء الله، الله يوفقكم. إن شاء الله. في أمان الله.